منظر جميل. خلينا نصور ابو عبد العزيز وهو جاي علينا. طبعا ابو عبد العزيز مواكب التطورات كلها، ونقدر نقول ابو عبد العزيز حيكون معايا مشروع البدوي الالكتروني. طبعا هو مو عارف ان احنا قاعدين نصوره. ابو عبد العزيز خليك على طبيعتك، تراني قاعد اصور الحين كانك داخل مكتبك عادي، وانا بجيك تصوير شغال. حياكم الله، الحين اجيك، ترى قاعد اصور، قاعد اخذ المكتب. بدينا الدعاية ومن اليوم بتشوفها ان شاء الله. والله وجايب الانترنت معي، بس ما ادري عاد موبايلي يوصل هنا ولا لا.